طيب في هذا اللاب رح نعرف to understand the electrical activity of the heart. رح نعرف كيف تنشأ هذه الكهرباء اللي تخلي القلب يضخ الدم, و to understand the conduction system اللي هو هذا هو السيستم اللي يولد لنا الكهرباء في القلب. Preparation of the subject and the lead placement, كيف نجهز المريض وكيف نحط الليد عشان تقرأ لنا الكهرباء اللي في القلب. To obtain an ECG by using bipolar lamp electrolyte. طيب عشان نعرف أو نقرأ الـ ECG لازم نفهم الـ conduction system of the heart, إيش اللي يخلي القلب ينبض. تمام. القلب أو الـ conduction system مكون من 4 أشياء. عندنا الـ SA node في البداية واللي تكون في الأذين واسمها sino atrial node in the right atrium. تمام. وعندنا بعدها الـ AV node وهي تكون هنا, وعندنا الـ bundle of Hess تكون هنا يمين يمين ويسار, وعندنا عندنا البركنجي فايبرز اللي هي هذه الشعيرات الصغيره اللي خارجه من البندل اوف هيز. تمام. طبعا نورمالي everything should start from the SA node. الطبيعي انه تبدا عندنا الامبولسز او الكهرباء حقت القلب من الـ SA node. تمام. لو بدأت من مكان ثاني غير الـ SA node, مثلا لو بدأت من الـ AV node أو الـ bundle of Hess, رح يكون عندنا الريذمية اللي هو عدم انتظام في نبضات القلب. تمام. الـ SA node إيش تسوي؟ أو يسموها الـ pacemaker of the heart, هو منظم ضربات القلب, لها اسم ثاني يعني. هي cause the heart to beat, هي اللي تسبب إنه القلب ينقبض at a rate of 60 to 100 beat per minute. هي اللي تخلي القلب ينبض من 60 لـ100 نبضة في الثانية في الدقيقة. والـ SA node responsible for the atrium contraction. الـ contraction إيش معناه؟ في الـ ECG ما رح يقولوا contraction relaxation. contraction يعني انقباض, يعني عندنا الأتريوم ينقبض فيخرج الدم اللي فيه له للفنتركل, يخلي كل الدم اللي في الأذين ينزل للبطين. ف الكونتراكشن نسميه depolarization, الانبساط اللي هو relaxation نسميه repolarization. تمام. رح نتكلم عليه شوي قدام. طيب عرفنا الـ SA node إيش تسوي؟ هي اللي تسوي فاير وتنشئ الإلكتريسيتي في الهارت عن طريق انقباض الأذين. تمام. لما ينقبض الأذين تتولد عندنا هذه الكهرباء وينزل الدم اللي في الأذين للبطين. تمام. تنتقل الكهرباء من الـ SA node, شوف الأسهم هنا وهنا وهنا, تنتقل من الـ SA node للـ AV node. الـ AV node هي الـ atrioventricular node, هي ما بين الأذين والبطين, من اسمها atrio أذيني بطيني. تمام. ويسموها اسم ثاني الـ gatekeeper أو الحارس. الـ SA node قلنا الـ pacemaker اللي هي اللي تولد هذه الـ impulses, لكن الـ AV node إيش تسوي؟ help delay or slow down the impulses just for a bit, تبطئ أو توقف شوية أو تأخر انتقال الكهرباء هذه عشان تخلي الفنتركل اللي تخلي الأتريوم اللي هو الأذين هذا والأذين هذا
تخليهم يفضوا كل الدم اللي فيلو للـ ventricles للبطين، لأن لو بقي دم من داخل الأذين ما نزل كله للبطين حيصير عندنا مشاكل، وحيصير في عندنا عدم انتظام في الانقباضات هذه. فإحنا أو شغل الـ AV node تبطئ الكهرباء اللي جايتها من الـ SA node وتسمح للأذينين إنهم يفضوا الدم اللي داخلهم للبطينين. تمام؟ طيب خلينا نقرأ الأتريو فنتركال نود إيش تسوي؟ قلنا اسمها ثاني الجيت كيبر. helps or delay or slow down the impulses just for a bit because it's allowing to fully empty عشان تخليهم يفضوا كل الدم اللي فيهم and allow the blood to go into the ventricles. تمام؟ بعدين بعد ما ال impulses وصلت لل AV node، ال AV node راح توزعها لل bundle of His. ال bundle of His left و right. تمام؟ بعدين تنتقل من ال bundle of His لل Purkinje fibers. تمام؟ وال bundle of وال bundle of His هي مسؤولة عن ال ventricle depolarization. قلنا المسؤول عن انقباض الأذين هي الـ AV node الـ SA node، أما المسؤولة عن انقباض البطين هي الـ bundle of branches اللي هي هنا. تمام. عندنا الـ electrical activity of the heart، عندنا قلنا depolarization و repolarization. قلنا ودي معناها انقباض اللي هو contraction. وعندنا الـ repolarization معناه الانبساط أو هو الـ relaxation of the heart. تمام. By placing electrolyte the electrical activity can be recorded. لما احنا نحط هذا الـ electrolyte على المريض سواء في الأيادي أو في الرجول أو اللي تكون على الصدر اللي هي الليدز اللي على الشست، إحنا ممكن ونقدر نسجل هذا الإلكتريسيتي الكهرباء اللي في القلب ونشوف هل هي طبيعية ولا ما هي طبيعية. وإذا طلعت لنا ما هي طبيعية نقدر نشخص إيش هذا عدم الانتظام في نبضات القلب، يبين لنا نوع العلة، مثلاً عنده MI، مثلا عنده اللي هو myocardial infarction، مثلا يكون عنده نوع من انواع الارثمية اللي هو atrial flutter or atrial fibrillation or VTAC واشياء كثيرة من الارثمية راح تعرفيها بعدين بشكل مفصل، حتدرسوا محاضرة كاملة عن الـ ACG كيف تقرأوا الطبيعي كيف تعرفوا الـ dysrhythm. تمام. طيب can be recorded with an amplifying monitoring device called electrocardiograph اللي هو الـ ECG. The graphical recording of the electrical change اللي هي الـ depolarization و repolarization occurring during the cardiac cycle is called ECG. تمام. echocardiogram هنا echocardiograph أنا على graph، هنا المشين نفسها أو الورقة نفسها تعتبر ACG. طيب عندنا الـ ACG waves، هذا هو شكل الـ normal sinus rhythm الطبيعي. أي إنسان طبيعي لما نركب له leads حقة الـ ACG لازم يطلع لنا هذا الشكل. تمام. يبدأ عندنا الـ B wave، بعدين الـ QRS complex، بعدين الـ T wave. اوكي عندنا different wave of ACG. ال B wave تعني ال atrial depolarization. قلنا depolarization اللي يبدأ بحرف ال D يقصد بالانقباض ال contraction لما ينقبض ال atrium اللي هو الأذينين
رح يعطينا في الاي سي جي البي ويف، رح يمثل لنا بي ويف لانها صغيره اصلا الاذينين، فالويف حقتها صغيره، البي ويف دائما تكون صغيره وهذا الشكل الطبيعي ليها. الكيو ار اس كومبلكس يطلع لنا الفنتركل دي بولاريزيشن. كيو ار اس هذا لما البطينين لما تنقبض رح يطلع لنا هذه الويف. طبعا لأن البطين أكبر فالويف حقتهم الموجة أكبر على ورقة الـ ACG مقارنة طالع في الـ B wave حقت الأذين طالع في الـ QRS حقت البطين، لأن الحجم أصلا حق البطين أكبر. أما الـ T wave ترمز إلى الـ Ventricle Repolarization، لما يرتاح البطينين يعني لما يصلها ريلاكس ما هي منقبضة رح يعطينا هذا التي ويف على الـSCG. تمام. طيب عندنا مصطلحين لازم تعرفيها وتعرف ايش اللي يقصد بيها، يعني الانترافالز اللي هي الفترة والسيجمنت المقطع. يقولك الانترافالز is any part of the ACG that contain one or more than one wave. هو أي جزء من الـ ACG يعني من هنا لين هنا أي جزء فيه له wave أو more than one wave. يعني عندنا هنا بداية من الـ B wave لين نهاية الـ QR لين الـ R. طيب هذا المكان أو هذه المسافة نسميها الـ BR interval. في عندنا هنا wave، عندنا هنا wave، فنسميه الفترة من B لـ R. تمام. وعندنا كمان مثلا QT interval، هذا الـ Q وهذه الـ T، فمن هنا لين هنا من الـ Q لين الـ T هذا نسميها الـ QT interval. عندنا المصطلح الثاني اللي هو segment المقطع. any part of ACG without a wave يعني أي straight line في الـ ACG زي هنا 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 وهنا يسمى segment. طيب هنا تسمى هذا الـ interval هذا الـ segment معليش تسمى الـ PR segment لأنها بدأت من الـ B وانتهت بالـ R فيسموها الـ PR segment. عندنا هنا كمان segment ثانية اللي هي الـ ST، بدأت من الـ S وانتهت في الـ T فيسموها الـ ST segment. تمام. طيب هنا بيقول لك الـ ACG leads an electrolyte، هذا الـ procedure اللي قبل كان كله شرح عشان نفهم البروسيجر، احنا كيف نركب الاي سي جي على المريض وكيف نجهز المريض كمان للاي سي جي. The usual way of recording this volt gauge اللي هو الجهد الكهربائي، احنا كيف نقيس الكهرباء وحدة قياسها اللي هي الفولت. From the heart is with 12 standard ECG leads. The leads actually show the difference in the voltage and potential between electrolyte placed on the surface of the body. These leads can be subdivided into two groups. يعني استخدم 6 leads وتكون على الـ extremities اللي هي الأطراف الأيادي والرجول، and the 6 طبعا يكون في بعضها على الصدر لكن 4 منها يكونوا على الـ 2 على الأيادي و2 على الرجول، يعني زي كده هنا وهنا وهنا وهنا. And the 6 chest lead أو precordial تكون على الصدر، نبدأ من ال V1 V2 V3 V4 V5 V6. طبعا وين تحطي ال V1 في ال هذا لازم له anatomy في ال 4th intercourse space
هذه أربعة، هذا الرابع، الثالث، الثاني، الأول. هذا أول مسافة بين الرب هذا والرب هذا، الضلع ده والضلع ده. هذا ضلع، هذا ضلع، هذا ضلع، هذا ضلع، هذا ضلع. فإحنا نحط في، نمشي بين أول، يعني تحطي أصبعك هنا عن صدر المريض، أول فراغ تحسي فيه له ما تحطي فيه له. هذا يكون أول intracursor space. لا ثاني واحد، لا ثالث واحد، لا رابع واحد، إيوه تحطي أول ليد تمام هنا. ثاني ليد يكون مقابل لي في اليسار، هنا واحد في اليمين، هنا واحد في اليسار. بعدين تسيبي رقم ثلاثة تنزلي، يعني ما تحطيه، تروحي لرقم أربعة، تروحي للفيفث intercursor space اللي هو الخامس. احنا قلنا هذا الرابع، هذا الخامس هنا تمام، لكن مو في اليمين، لا في اليسار. فتحطي رقم أربعة، بعدين ترجع لرقم ثلاثة وتحطي بين أربعة واثنين اللي هو هنا. بعدين خمسة يكون جنب أربعة، وستة يكون في المد أكسلري لاين اللي هو في منتصف، تخلي المريض يرفع يده، ومن هنا كده يكون هنا مكان رقم ستة، أو في زي ما هم حاطين تمام. طيب هذه هي الستة اللي تنحط في الصدر. طيب الـ ACG lead and electrolyte يقولك في 6 can be further divided to subgroup الـ bipolar extremity lead والـ unipolar اللي هي AVR AVL AVF تمام. غالبا ما تستخدم هذا، احنا نستخدم في المستشفيات بس اللي على الصدر اللي هي هذا النوع. نادرا تلاقي احد يستخدم اللي في الرجل. طيب هنا بيشرح لنا البايبولر لمبليت، بصراحه ما راح اشرحها لانه ما افتكرها كويس ولا احنا نستخدمها اصلا في المستشفيات. طيب في البروسيجر يقول لك ask the patient or subject to lie down comfortably in a supine position، ينسدح على ظهره. طيب بعدين on the examination couch على طاولة الفحص، يعني place the electrolyte paste on the all electrolyte plates. بعدين تسوي سكراب للسكن حقت المريض with alcohol swab، قبل لا تلصقيها امسحي بالالكحول سواب اللي هي المسحة الطبية، ممكن يكون معرق ممكن شيء، واحيانا لو كان رجال يكون عنده شعر كثير في صدره ممكن تحلقي له حتى عشان تقدر تلصقيها. طيب وبعدين attach the electrolyte، طبعا لو كان على الايادي فتحطي له اياه interior surface of each forearm على الساعد، ويكون about 2 to 3 inches above the wrist، 2 to 3 inches فوق المعصم. هذا المعصم ممكن تركبيه انتي هنا تمام. اوكي and secure them with the rubber straps، يعني تلصقي كويس او تحكمي اغلاقه بالرابر ستراپس. Similarly attach the electrolyte to the leg to each leg برضو above the medical malleolus اللي هو the inner aspect of the leg 2 to 3 inches. بعدين attach the appropriate tips of the limb leads to the electrolyte. The limb lead are marked حق الرجول تلاقي عليه مكتوب RA. إيش معناه؟ معناته right arm اليد اليمنى، فتركبيه على اليد اليمنى. بعدين اللي على مكتوب عليه LA معناه left arm، LL left leg، RL اللي هو right leg تمام. فاحنا كده حطينا لكل الأطراف اليدين اليمين واليسار والرجلين اليمين واليسار. بعدين يقول لك turn on the power، شغل الجهاز switch to cardiograph. بعدين تضغطي to 1 set the speed حقت الورقة ل 25 ملليمتر
اللي كل ثانية عشان طلع لك إياها بالمربعات الصحيحة. طبعاً غالباً هذا لو كان الجهاز جديد، لو في أحد استخدمه قبلك خلاص أنت ما يحتاج تسوي هذه الإعدادات ولا هذا ولا هذا. طيب بعدين check the instrument calibration so that 1 centimeter in 1 equal 1 millimeter volt. برضو هذا ما تحتاجي. set the lead selector switch to the position. هذا برضو مهم. طيب برضو هنا recording، أهم شيء أنت تضغطي على run إنه خلاص يبدأ يسجل. طبعا غالبا في المستشفيات لما تجي تسوي الاي سي جي فوق يكون في 3 نقاط في طرف الجهاز. طيب يكون احمر اصفر اخضر. اول ما تركب الجهاز يكون احمر، لسه ما قاس الكهرباء كويس، فلما تبعدي عن المريض وتقولي له لا تتحرك ممكن يبدا يصفر بعدين يصير لونه اخضر. لما يصير لونه اخضر انت هنا تطبعي، تضغطي رن، تضغطي اي سي جي، ويختلف من جهاز لجهاز، وبعدين هو راح يطبع لك. فافضل شيء تطبعي الاي سي جي لما يكون اخضر او اصفر، يعني استني لين يصير اللمبه اللي فوق خضرة، لو ما صارت وكانت صفرة ما في مشكله اطبعيه. طيب وبعدين stop the recording and mark it with the date، تكتبي عليها التاريخ على نفس الورقه والوقت. غالبا ما يحتاج لانه راح يكون اصلا نام. انت تدخليه في الجهاز حق الاي سي جي، تدخلي اسم المريض مثلا وهو وعمره وجنسه، وهو راح يطبع لك اوريدي الديت والتايم، ما يحتاج انت تدخليها. بعدين تسوي تشيك للريكورد، تشوفي هل هو صحيح ام ادريش. الاي سي جي ماشين اوتوماتيكلي تيك ذا ريكوردينج فور اول لامب ليدز. بعدين take a segment of the recording. طيب هنا يقول لك كيف تحسب الهارت ريت، مع انه برضو انت ما يحتاج تحسبي لانه فوق في الورقة نفسها حق الاي سي جي راح يكتب لك الهارت ريت كم، حط لي كده ار اتش ويكتب لك مثلا 70 76 مثلا 60 زي كده. وإذا كان عنده abnormality أي شيء غريب راح يكتب لك إياه، مثلاً عنده VTAC AFib أي شيء يكتب لك هو. طيب لو طبعا ما راح أشرح لك الهارت ريت بشكل مفصل، إنه بتريك راح تاخدوا محاضرة كاملة عن الـ ACG راح يعلمكم كيف تحسبوا الهارت ريت إذا كان الهارت ريت يعني regular، وإذا كان irregular في عندنا معادلة معينة، وغالبا يكون يعني من ال R لل R، وتعديها وتضربيه في 10 وتطلعي. طيب هنا يقول لك أشياء لازم تنتبهي لها. The subject, the patient should be relaxed، لازم يكون مسترخي. And should not move otherwise there are changes of appearance along with the ECG recording. لو هو قاعد يتحرك أو شيء ممكن راح يغير لنا ال ECG، فإحنا نقول له خليك ريلاكس، بنسوي لك تخطيط للقلب، فمعلش ما تتحرك لين ننتهي. The subject should not have any metallic object، المريض لازم يكون مع أي شيء معدن في جيوبه، in his pocket such as keys, watch, belt, coins, whatever.